أتعب من إنسان مجروح ضايع مهزوم محروم من طعم الفرح. ساعة ما تألم أتكلم بحلاوة تروح راجع مجروح مش قادر يهرب من الجرح. جربت في مرة أقرب من إنسان مجروح ضايع مهزوم محروم من طعم الفرح. ساعة ما تألم اتكلم بحلاوة تروح راجع مجروح مش قادر يهرب من الجرح. بس حضرتك متاكد ان انتوا مشيتوا كلاب؟ يعني مفيش اي كلب منهم ممكن يجي فجاه ويعضني؟ انت معايا وانت معايا مفيش جنس مخلوق يقدر يهود ناحيتك. ربنا يخليك يا باشا وياخد اللي زعلك. محدش يقدر. واللي يفكر يزعلني انت شفت. سمعت حضرتك. يلا ريم شغالي البتاع اللي في ايدك دي عشان الاستاذ مازن يقول كل اللي نفسه فيه. لا لا استنى قبل ما تشغليه اول يلبس الجاكيت والكرافتة ده عشان حد يفتكر ان خليناه يتكلم تحت التهديد برضه عشان شكلك يبقى انيق في الصوره. والبتاعه دي لازمتها ايه؟ وانت ناوي تلعب بديلك؟ وبعد شفت ده بقى لي ديل خلاص يبقى البتاعه دي عشان نسجل كلامك
عشان لو نسيت نبقى نفكرك. ولو طلع لك ديل وفكرت في يوم من الايام انك تلعب بيه، التسجيل ده يروح للي بعتوك وننزله على اليوتيوب وتبقى الفضيحه بكلامي. يا زريم جاهز اتكلم. ما عنديش حاجه اقولها ولا غير ان فريد الطبقي بعتني ادور وراك او اجن دريم عشان تجيب لنا اي اوراق او مستندات تدينك. يعني هي عايزه توديني في داهيه؟ بالظبط كده حضرتك. هايل. هو ايه اللي هايل؟ يعني انت لو جبت لها المستندات اللي تدخلني السجن، وطبعا مفيش مستندات تدخلني السجن، عارف ليه؟ عشان سعادتك حويط؟ عشان انت حمار. مفيش مستندات تدخلني السجن عشان انا بشتغل صح وما بعملش اي حاجه غلط. انا متاكد سعادتك. واللي خلاك متاكد كده حبيبي؟ احساسي. احساسي يا باشا احساسي. طب ابو احساس، فريده الطبقي كانت هتديك كام في الشغلانه دي؟ لا ما اتفقناش. نقول 50 60. انا بقى هديك 1,000,000 جنيه بشرط انك تنفذ اللي هقوله لك وبالحرف الواحد، فاهم؟ انا جاي لساعتك. صوري. لا انت لازم تخرجي من مود الكآبة ده بسرعه. هو ليه الواحد ما بيحسش بقيمة الحاجة لما بتروح؟ احنا داخلين في الغميق بقى واسئلة وتفكير وكده. ها انا ليه ما كنتش عارف اني بحبه قوي كده؟ ليه ما اتكلمتش معاه؟ ليه كنت بعيدة عنه؟ ما تعمليش كده. واخرة اللي بتعمليه ده ايه؟ انت لازم تخرجي من الجو ده بسرعه حبيبتي. انت كده ممكن تلسعي. ايه رايك بكره نطلع على نزله السمان مثلا، نركب خيل ونغير جو، نعمل حاجه مختلفه؟ بلاش يعني. لا بكره ردي عليا، اكلمك بكره ونتفق. اهلا يا زنط، بقى في حياه حضرتك سلمى. سيبينا لوحدنا شوية. حاضر يا ماما. ازيك يا هادي؟ انا كويس. ازاي باباك؟ بابا هو مش ناوي يرجع من الكويت ان شاء الله عشان يقضي المده اللي عليه ولا ايه؟ هو حضرتك تعرفي الاستاذ سمير العطار مدير المشتريات سابقا في مصنع الطوب الرملي، اتلسع 3 سنين حكم غيابي عشان اختلس. أبوك يا عيني قبل بالحرام عشان يربيك أنت وأخوك، بس أخوك بقى طلع أحسن منك، طمر في الحرام، دخل كلية آداب ونجح وتفوق وسافر لأبوك الكويت عشان يشتغل معاه هناك حرامي. أنت بقى كوعت إعلان خاص، كوعت معهد تحت بير السلم كده مش فاكرة اسمه إيه، برضه كوعت، بقالك 6 سنين في أكاديمية كمبيوتر، وأنا متأكدة برضه إنك هتكوع. كل النهار قاعد في نادي الجزيرة بتتشمس مع انك مش عضو فيه، قاعد وتعمل ايه هناك مش عارفة، بس ما علينا. مين بقى سهى؟ حضرتك عارفة كل الحاجات دي، مش عارفة مين سهى؟ عايز اعرف منك انت. مش عارفة اقول ايه لحضرتك. تقول لي مين سهى اللي راحت معاك المعرض؟ لا الحقيقة هي ما راحتش معايا المعرض، ولا اللي حضرتك كده يبقى كذاب. قول انت يا صادق ايه اللي حصل؟ اللي حصل انا قابلت سهى بالصدفة في المعرض، وكلمة في حدوتة خدت رقم تليفوني وكلمتني يعني. وبعدين؟ وبعدين استلمتني مكالمات بقى وقعدت تقولي إن هي معجبة بيا وإنها يعني. كمل. وقعدت تقولي انها عايزه تتطلق
وعشان تاخد حريتها وتبقى معايا. عارفه كانت عايزه تتطلق من مين؟ منير. ما حضرتك عارفه اهو. قول لي بقى، هي قالت لك ايه عليها؟ ما هو مش كل حاجه ينفع تتقال يا طنط. طب وحياه طنط اللي تقول لي قالت لك ايه؟ قالت لي ان بيضرب كوكايين وان دايس في حوار النسوان وانها اتجوزته بس عشان هو غني يعني، وقالت انها تسيب نفسها وكده لما حست ان هو هيسيبها ويخلع. يعني ايه تسيب نفسها؟ يعني تسيب نفسها علشان تبقى طب لما انت بقى عرفت كل الكلام ده ما قلتش لسلمى ليه؟ حضرتك اكيد كنت خايف على شعورها يعني. حسيسه قوي قوي. بصي حضرتك، رغم اني معترض تماما على طريقه الحوار، بس انا عارف ان حضرتك بتعدي بظروف صعبه وانا مقدر تماما اللي حضرتك بتمر بيه. على فكره انا ممكن اساعد حضرتك جدا في موضوع سهل لو حضرتك ما عندكيش مانع يعني. ازاي؟ يعني ممكن ادوس معاها في حوار الحب ده واخليها تنزل اللي في بطنها. لا، ما انا شايلك العوزه. امشي اتفضل. اوكي. قبل ما تمشي، حاجتين تحطهم حلقه في ودانك كده. العنوان ده تمسحه من دماغك خالص. نمره سلمى تشيلها من على التليفون. طنطي فاهميني، حضرتك فاهماني غلط. حبيبي فهمك غلط، فهمك صح، دي مشكلتي انا. عايز اسمع منك كلمه واحده بس تريحني. حاضر يا طنط. بصي ايه؟ مش عارفه. طب افتح. استنى يا ماما، هفتح انا، استنى. يا ساتر يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. انت عزه؟ لا انا اختها. طب هي فين؟ فين عزه؟ في ايه يا سحر؟ فاهميني؟ معرفش يا ماما. عزه سافرت. سافرت فين؟ طيارتها طلعت من المطار من ساعه. طب فتشوا الشقه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب في ايه؟ فهمونا يا جماعه. اعوذ بالله من غضب الله. يعني اكيد البنت دي ما سافرتش بره مصر؟ اتاكدتوا من المطارات؟ طب معاك لو سمحت، البنت دي لازم يتقبض عليها بمنتهى السرعه. لا ما ينفعش حضرتك نستنى لحد بكره الصبح عشان نتاكد اذا كانت سحبت الفلوس من البنوك ولا لا. ما هو تمام يا فندم، اللي تشوفه حضرتك. تمام، انا على اتصال دايما مع حضرتك. مع السلامه. مع السلامه. عندي مشاكل كتير قوي يا زياد. هنحلها مع بعض يا فريده. البيت طلع متجوز ومراته كمان حامل. زعلانه؟
يعني مخدوعة؟ ده عشان بتحبيه ولا عشان حاسه ان كرامتك انجرحت؟ عشان حاسه ان انا ضيعت عمري مع واحد ما يستاهلش. ومين قالك ان عمرك ضاع؟ هي دي الحقيقه. اللي جاي مش هيبقى اكتر من اللي فات. انا مش عارف ايه كميه التشاؤم اللي انت عايشه فيها دي. اسمع الكلام اللي انا ولا انت هنعيش قد اللي فات. واضح بقى انك مش عارفه ان يوم واحد سعاده يساوي 20 سنه تعاسه. كلام نظري. الواقع بقى بيقول غير كده. والواقع بقى بيقول ايه؟ بيقول ان انا ضيعت احلى سنين عمري وقعدت اتفرج عليها. قولي رجع عليك تاني. اللي بيروح ما بيرجعش. اللي حب هيرجع. شو قلت لك كلام نظري؟ استجربي. انت خسرانة حاجة. ماشي. ازاي؟ أنا عايزك تحكي لي كل اللي جواكي. ارمي حمولك عليا ومالكيش دعوة. هحكي لك على إيه ولا إيه ولا إيه؟ احكي لي على كل اللي عندك يا فريده، بس بشرط اللي تحكيهولي تنسيه وما تفكريش فيه تاني. انا عايزه افهم انت ذنبك ايه في كل ده؟ ذنبي اللي بحبك. بس الحب عمره ما كان ذنب عشان تعاقب نفسك بيه. انا اخترت غلط. اخترت الست قلبها مقسوم ما بينك وما بين عيالها. الست انا راضي وموافق ومش عايز منك اي حاجه غير اني اشوف السعاده في عليك. انت كنت فاهم من زمان. كنت بدور عليك يا فريده وما صدقت لقيتك. عارفه يا فريده، امشي فريدة. امشي دلوقتي. أحمد. أحمد. أنت إيه اللي خرجك في وقت زي ده برا الفيلا؟ ما فيش. يعني إيه مفيش يا حبيبي؟ كنت مخنوق شويه، عايز اشم شويه هوا. طب في حد برضه يشم هوا؟ مين ده يا ماما؟ ده اونكل زياد. ويطلع مين اونكل زياد؟ مش ده اللي بابا شاف صورتكم مع بعض عشان كده اتخانقتوا؟ هو ولا لا؟ مش ده اللي بابا مات لما عرف انكم متصاحبين؟ أحمد من فضلك افتح الباب. والله العظيم أنت فاهم غلط. أحمد عشان خاطري يا أحمد. افتح وأنا هقولك على كل حاجة. أحمد ما تعددش معايا، افتح الباب. أحمد. افتح الباب. في إيه يا ماما؟ ما فيش يا حبيبتي حاجة. لا في ايه حصل؟ مالك؟ ولا حاجة. قلت لأحمد كلمة ما عجبتهوش، وانت عارفة هو اني في قد ايه ما بيحبش حد يكلمه وحش.
كلمة ايدي يا مامي اللي ما عجبتوش. بعدين يا حاجة هقولك. قوليلي، الولد اللي اسمه هيجي ده لسه بيكلمك في التليفون؟ لا يا مام، حتى من اخر مرة كان هنا وسبته مع حضرتك ما كلمنيش من وقتها، حتى يومها مشي من غير ما يسلم علي. كويس، عايزاكي تدلتي رقمه من على الموبايل عندك. ليه يا مام؟ هبقولك بعدين. هو كل حاجة بعدين. ما تاخديلك كلامين أحسن. سوري يا مامي، بس أنا كل ما أسألك على حاجة تقوليلي بعدين. حتى ما قلتليش أنت ليه خليتيني أكلم هادي وأجيبه لحد هنا، حتى ما قلتليش قلتيله إيه؟ كنت عايزة أقوله على حقيقته حبيبتي. إيه حقيقته يعني يا مامي؟ إنه إنسان مش كويس. يعني إيه مش كويس؟ يعني مش كويس يا حبيبتي. أنا ايه يا مازن؟ ايه نمتي؟ لا ما نمتش، عندي هم وقرف. خير، في جديد؟ خليك معايا ثانية واحدة يا مازن. ممكن تروحي اوضتك دلوقتي وبعدين هتكلم معاكي بعدين؟ اقصد يعني هتكلم معاكي بعد ما اخلص المكالمة، ممكن؟ تعيطيش بقى. ايه مازن؟ ايوه رحت للمكتب، لقيت عنده بلاوي هناك. فاكر البنت السكرتيره كانت عامله اسمها عزه؟ عمل لها توكيل بكل حساباته. لا واكتر من كده كمان، لان بتعرف كل كبيره وصغيره عنه. مازن انا محتاجاك بكره الصبح ضروري، عايزاك تجيب لي معلومات عن واحده اسمها، استنى اكتبها عندك، سوها جلال البدري. مين دي؟ سكرتيرته؟ لا مش سكرتيرته، هقول لك بعدين مين دي. بقول لك ايه؟ عايزه اصلها وفصلها في اسرع وقت ممكن يا مازن، سامع؟ يا خراشي عليك، ما تجمد يا نغه شويه. انت مالك يا واد طري كده ليه؟ بنت اللذينه طلعت جايبه السيفي كله، وده طبعا خلاك تموت في جلدك. تعرف انت لو كنت مكاني كنت هريتي اصلا. معاش ولا كان اللي يخليني هور، ده انا يا جلال قصدي سهى خدتني هدر اللي كان على البال ولا على الخاطر، طلعت ممشيه ورايا جواسيس. تلاقيها بتنخر ورايا انا كمان، بس تبقى تقابلني من ناحيه هتقابلك فهي هتقابلك. عارفه ليه؟ عشان الغلطه الزفت اللي احنا بنعملها اليومين دول. غلطه ايه دي يا واد؟ ان احنا سوا على طول، احنا لازم نتوه عن بعض شويه كام يوم الجايين دول. هو انت يا واد مش مفهمها ان انا واقعه فيك لشوشتي؟ ايوه بس ما قلتلهاش ان احنا مع بعض ليل ونهار. ركزي بقى شويه، مش عايزين نلبس في حيطه عشان حاجه هبله. في دي عندك حق، عندك حق يا ابو شرط. هو انا ليه سمعت كلامها ومشيت؟ ليه ما نزلتش واتكلمت معاها؟ دي كانت احسن فرصه اتكلم معاها فيها. معلش سامحني، انا معذبك معايا على طول. ليك حق ما تردش وليك حق تزعل مني، بس انت اصلك ما تعرفش، ولو عرفت هتعذرني وهتقول لي اعمل ايه مع احمد واتصرف معاه ازاي. مش هتقدري تعملي حاجة يا فريدة، لأنك ضعيفة قدامهم. على قد قوتك اللي باينة قدام الناس، أنت أضعف واحدة قدام ولادها. عشان هما كل حياتي، حتة مني. لما بشوفهم قدامي بشوف عمري كله بيتحرك. ابتسامة حد فيهم بتنسيني أي تعب. هما اللي كانوا مصبريني طول السنين اللي فاتت دي يا زياد. الضعف ده هيخليكي تايهة وعمرك ما هتقدري تاخدي قرار. رد بقى، رد، انا محتاجه اتكلم معاك جدا. مامي هو ينفع انا معاك النهارده؟ طبعا يا حبيبي تعال. اوبا اوبا، بلاش من ايدي.
مصحيك لحد دلوقتي؟ مش جايلي نوم. في حاجة مزعلاك ولا ايه؟ ايوه، احمد مش راضي يفتح لي الأوضة. هو احمد لسه صاحي؟ معلش، احنا هننام وبكره الصبح ان شاء الله هيفتح الأوضة، مش هيفضل قافلها على طول. مامي، هو انت زعلتيه وقلتي له ايه؟ وانت ايش عرفك ان انا زعلته؟ سلمى قالت لي. هي سلمى كمان صاحيه؟ اه، بيكمل صورة بابا اللي بترسمها. عارفه امي الصوره طالعه حلوه قوي، بس هي نزلت حاجه وانا فكرتها بيها. ايه هي؟ بابي شعره ابيض بس هي رسمها اسود. طب بطل رايح، يلا يلا ننام. هات يلا. اتأكدت النهاردة ان في بحر واسع ما بيننا، ورغم اني مستعد اعديه، اذا ايه اللي بكتبه ده؟ لأني بحبك، خدت القرار اللي هيريحك. أنا مسافر وسايب البلد وهختفي من حياتك للأبد. اطمن على اخواتك وهاجي لك حالا. من دول نعم. سلمى
ايه مامي؟ قومي تعالي يا حبيبه مامي. سلمى قومي. ايه اللي انت عاملاه ده؟ امال عامله لك مرسم ليه؟ سوري. تعالي يا حبيبتي. تعالي. تعالي الو. ايوه يا مروان. انا كويس. انا كويس. انا بس كان عندي حوار كده، وكنت كنت محتاجك تساعدني فيه. ينفع اجيلك اقعد عندك في البيت بس اليومين دول؟ عند جدتك. ماشي. لا مفيش حاجة. ألو. أيوه يا خضر. عامل إيه؟ أنا بس كنت متسوح كده في حوار، وكنت عايزك تساعدني فيه. ايه مشغول؟ لا عادي. ماشي. سلام. مش عارفه هو راح فين. لا انا مش عارفه. امال مين اللي يعرف؟ ازاي ارسل يخرج بره الباب ده من غير ما حد يشوفه؟ في ناس زفت الان واقف بره. اهدي يا فريده، يمكن راح عند حد من زمايله. ازاي ارسل يخرج من غير اذني؟ ده امبارح بالليل لقيته الساعه 2 واقف قدام باب الفيلا. بقول له احمد انت ايه اللي موقفك هنا يا حبيبي؟ قال لي اصل مخنوق شويه عايز يشم هوا يا ماما. طب اهدي، هو مش عايز صغير هيتوه. توه ايه بس؟ توه ايه؟ أنا فين موبايلي؟ روحي يا بنتي اعملي لي كوباية ينسون. يا رجب، في خبر عنه ولا إيه؟ لا والله يا باشا. بس في واحدة برة عايزة الأنسة سلمى. لأني بحبك خدت القرار اللي هيريحك. هو ده وقته؟ راضي يا زياد، مش وقت ازعل دلوقتي.